ما تقلقيش على ابراهيم يا عيشه، انا راجعت معاه كل المواد، انا شايفاه انه واخدها جد قوي، هو بس كان محتاج مناخ كويس عشان يذاكر وكتاب. انت ربنا بعتك ليا من السما يا ست نوال، ده لولاكي كنت كل اللي عملته في عمري اتهد. لعلمك يا ست نوال انا تعبت قوي في ابراهيم، انا ما علمتهوش بالسهل. ياه ده انا كنت بحط المليم على المليم والقرش على القرش عشان اجيب له كتب ولا اصور له ورق. ده نفسي انام واصحى اشوف ابراهيم ده خلص جامعته وخد شهادته، ابقى خلاص عملت اللي عليا وارتحت. انا حرمت نفسي من كل حاجه، ما كنتش بجيب لنفسي حاجه، ما كنتش حاطه قدامي غير ان ابراهيم ده يتعلم احسن تعليم ويخلص جامعته. اقول الحمد لله عملت اللي عليا. وحماده ما كانش بيساعدك؟ الحمد لله المساعد ربنا، بس الحق يتقال الست نونه ما سابتناش. طب بعد ما ابراهيم يخلص جامعه تعمل ايه؟ ايه هيشتغل في وظيفه حلوه والبركه فيكوا بقى. وبعد ما يتوظف ايه يلاقي بنت الحلال اللي يتجوزها. اهي بنت الحلال موجوده وصحيه له من النجمه. وبعد ما يتجوز ابراهيم؟ انا مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه يا ست نوال. عايزه اقول ما ينفعش تنسي نفسك كده يا عيشه، انت لسه صغيره وشابه من حقك تعيشي حياتك. طب ما هي دي حياتي يا ست نوال. ممكن اسالك سؤال يا عيشه؟ اتفضلي اساليني. هو انت وحماده يعني اتجوزتوا ازاي؟ انا لما سافرت كان طلق فوزيه وانت يعني كنت بشتغل عندكم في البيت. لا ما اقصدش، انا اقصد كنت عيله صغيره. ايوه كنت ما كملتش 16 سنه. اتجوزتوا ازاي؟ انا كنت عيله ومش فاهمه حاجه، وانت عارفه سي حماده يحب يضحك معايا في الرايحه والجايه، يعكسني في الرايحه والجايه، ويحب الضحك والهزار عمال على بطال كده. وفي يوم كده لقيته جالي وقال لي انا بحبك. حماده قال لك انه بيحبك؟ ايوه قال لي بحبك. انا الدنيا بقى ما بقتش سايعاني، مش مصدقه نفسي بيه ومال وهدومه وصاحب البيت اللي انا فيه، وانا بشقع لقمتي ده ولا اللي بيحصل في الافلام. ماما نونا كانت عارفه؟ عرفت بعد كده وما عجبهاش طبعا الحال، بس انت عارفه سي حماده دماغه ناشفه قد ايه. قال لها هتجوزها يعني هتجوزها، انا بحبها. وقام حابس نفسه في اوضته 3 ايام لا بياكل ولا بيشرب، خافت يحصل له حاجه، قامت متجوزانا لبعض. انتوا قعدتوا متجوزين قد ايه؟ مفيش 3 4 اشهر، وبعد كده لا طايق لي كلمه ولا طايق يبص في وشي. نزلت من البيت حامل في ابراهيم. عشان كده ابراهيم مش قادر يصفى لحماده. صدقيني انا عمري ما قلت له كلمه وحشه على ابوه ولا قسيته عليه عمري. انت مش محتاجه تقولي حاجه، ما هي واضحه زي الشمس. عايشة انت لسه بتحبي حمادة؟ حب يا ست نوال، الحب ده الواحدة المرتاحة المتهننة مش الشقيانة اللي شايفة الغلب كله زيي. طب انت ليه ما اتجوزتيش طول السنين اللي فاتت؟ طب ما انت ما اتجوزتيش من ساعة المرحوم. انا عندي ابحاثي وصراعاتي ومشاكلي في شغلي. وانا عندي ابراهيم. وابراهيم هيتخرج يعني مفيش مشكلة؟ قوليلي يا عايشة جاركم اللي ساكن قصادكم ده اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ شفيق. والاستاذ شفيق ده عند كلمته ولا لسه خايف من ابراهيم؟